the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands. أنتج المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي باب الحارة الجزء الرابع في عام 2009. تميز هذا الجزء في استبعاد شخصية العقيد أبو شهاب، ومع هذا فالمسلسل نجح وحقق جماهيرية كبيرة مثل أجزائه السابقة. تعالوا معنا لنشاهد كيف أصبح أبطال مسلسل باب الحارة الجزء الرابع بعد 12 سنة من عرضه. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. الممثلة السورية المخضرمة صباحي الجزائري هي من مواليد عام 1955 في دمشق. لعبت دور أم عصام، أرملة أبو عصام زعيم حارة الضبع. النجمة السورية وفاء مصللي هي من مواليد عام 1959 في دمشق. لعبت دور فريال التي تحقد على أم عصام، هي اليوم تبلغ 62 سنة من عمرها. المخرج والممثل الشهير وائل شرف هو من مواليد عام 1977 في دمشق. اشتهر في الوطن العربي بشخصية العقيد معتز، هو اليوم يبلغ 44 سنة من عمره. الممثل السوري ميلاد يوسف هو من مواليد عام 1976 في محافظة الحسكة. لعب دور عصام، وبسبب هذا الدور في عام 2009 نال جائزة أحسن ممثل، هو اليوم يبلغ 45 سنة. الممثل السوري من أصل فلسطيني حسن دكاك هو من مواليد عام 1956 في دمشق. لعب دور أبو بشير فران حارة الضبع. توفي الفنان حسن دكاك عام 2011 إثر أزمة قلبية، رحمه الله وأحسن إليه. الممثلة السورية سحر فوزي هي من مواليد عام 1962 في دمشق. لعبت دور أم بشير صديقة أم عصام، هي اليوم تبلغ 59 سنة. الممثل السوري أسامة حلال هو من مواليد عام 1979 في دمشق. اشتهر بدور بشير في أجزاء باب الحارة، وهو اليوم يبلغ 42 سنة من عمره. الممثلة السورية دانا جبر هي من مواليد عام 1989 في دمشق، وهي تنتمي إلى أسرة فنية كبيرة. لعبت دور جميلة في الجزء الثالث والرابع، وهي اليوم تبلغ 32 سنة. الممثل السوري جهاد عبدو هو من مواليد عام 1962 في دمشق. لعب دور رياض في الجزء الثالث والرابع، هو اليوم يقيم في أمريكا ويعمل في هوليوود باسم جاي عبدو. النجم السوري وفيق الزعيم هو من مواليد عام 1960 في دمشق. اشتهر في مسلسل باب الحارة بدور أبو حاتم صاحب القهوة التي دائما ما تتعرض للحرق. توفي الفنان وفيق الزعيم عام 2014 بعد صراع مع مرض سرطان الكبد، رحمه الله وأحسن إليه. الممثلة السورية صباح بركات هي من مواليد عام 1967، عملت كمضيفة طيران قبل أن تصبح ممثلة. لعبت دور أم حاتم التي تحلم أن ترزق بولد ذكر، هي اليوم تبلغ 54 سنة. المخرج والمؤلف والممثل السوري فايز قزق هو من مواليد عام 1959 في اللاذقية. لعب دور مأمون بيك جاسوس حارة الضبع الذي يكتشف أمره ويقتل في النهاية، هو اليوم يبلغ 66 عاما. الممثل السوري رامز أسود هو من مواليد عام 1976 في طرطوس. لعب دور أبو ذراع صهر الإدعشري وقاتل العقيد أبو شهاب، هو اليوم يبلغ 45 سنة.
الممثل السوري عاصم حواض هو من مواليد عام 1976 في مدينة السلامية، عمل كطبيب أسنان ثم كعازف عود قبل أن يصبح ممثل. لعب دور أبو عناد وهو اليوم يبلغ 45 سنة. الممثل السوري الكبير صالح الحايك هو من مواليد عام 1940 في دمشق، اشتهر بدور أبو صياح مختار حارة الماوي وهو اليوم يبلغ 81 سنة. الممثلة السورية إمارات رزق هي من مواليد عام 1985 في كفر شمس، اشتهرت بدور خيرية زوجة العقيد معتز وهي اليوم تبلغ 37 سنة. الممثلة السورية ليليا الأطرش هي من مواليد عام 1981 في محافظة السويداء، تنتمي لعائلة فنية كبيرة نشأ منها فريد الأطرش وأخته إسمهان. لعبت دور لطفية زوجة عصام الأولى وهي اليوم تبلغ 40 سنة. الممثل السوري فادي الشامي هو من مواليد عام 1987 في دمشق، لعب دور سمعو الذي ينضم إلى رجال الغوطاء الثوار وهو اليوم يبلغ 34 من عمره. الممثل السوري جرجس جبارة هو من مواليد عام 1953 في مدينة اللاذقية وهو مسيحي الديانة، اشتهر بدور الحارس أبو فارس وهو اليوم يبلغ 68 سنة. الممثل السوري براء الزعيم هو من مواليد عام 1981 في دمشق وهو ابن الفنان الراحل وفيق الزعيم، اشتهر بدور الحكيم حمزة وهو اليوم يبلغ 40 سنة. الممثلة السورية رواد عليو هي من مواليد عام 1983 في دمشق، لعبت دور حميدة ابنة أبو حاتم وهي اليوم تبلغ 38 سنة. الممثل السوري نوار بلبل هو من مواليد عام 1973 في حمص، لعب دور أبو يوسف الفلسطيني كما سبق له المشاركة في الجزء الأول بدور الزيبق، هو اليوم يبلغ 48 سنة. الممثل السوري هاني شاهين هو من مواليد عام 1940، بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1960، شارك في الكثير من الأعمال إلى أن اشتهر بشخصية العريف نوري في باب الحارة، هو اليوم يبلغ 81 سنة. الممثل السوري زهير رمضان هو من مواليد عام 1959 في اللاذقية، اشتهر في الوطن العربي بشخصية أبو جودت في جميع أجزائه، هو اليوم يبلغ 62 سنة. الممثل السوري محمد خرماشو هو من مواليد عام 1966 في دمشق، اشتهر في مسلسل باب الحارة بشخصية أبو الحسن بأجزائه الخمسة وهو اليوم يبلغ 55 سنة. المؤلف والممثل السوري كمال مرة هو من مواليد عام 1970 وهو من قام بكتابة سيناريو باب الحارة الجزء الأول والجزء الرابع والخامس والجزء السادس، اشتهر بدور أبو الطيب الذي يعمل طباخ في سجن القلعة وهو اليوم يبلغ 51 سنة. Run free and dive into the sky. Here goes.